مؤسسة الشهداء مستمرة حاليا باستقبال طلبات جميع ذوي الشهداء من كافة شرائحهم، ابتداء بشريحة الشهداء النظام البائد وشريحة الشهداء الحشد الشعبي وكذلك شريحة الشهداء الإرهاب، بتوزيع الدفعة الأولى من البدل النقدي. وحقيقة التخصيصات التي رصدت في الأعوام السابقة هي تخصيصات قليلة لا تكفي العدد الكبير من الشهداء، وفي هذه السنة الحمد لله حصلت مؤسسة الشهداء على موازنة جيدة، سوف تستمر باستقبال طلبات جميع شرائح الشهداء من أجل استمرار بتوزيع البدل النقدي. فيما يتعلق بالدراسات العليا، أيضا مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استطاعت من تثبيت حق ذوي الشهداء باستثنائهم من شرط النجاح، وبالتالي جميع مقاعد ذوي الشهداء في الدراسات العليا سوف يتم إشغالها من قبل ذوي الشهداء، وكذلك أيضا إضافة الخمس درجات لذوي الشهداء من كافة شرائحهم، هذه مستمرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. مؤسسة الشهداء تستقبل يوميا آلاف من المراجعين وخصوصا في بغداد، الزخم كبير جدا، سوف نلجأ إلى استخدام بدائل من خلال إيجار بعض البنايات لقسم شهداء الإرهاب، لأن الزخم كبير جدا وبالتالي لا تستطيع البنايات القديمة أن تستقبل العدد الكبير من ذوي الشهداء، وإن شاء الله سوف نضع الحلول والمعالجات السريعة لاستقبال هذه الشرائح من أجل الاستمرار بتوزيع البدل النقدي. موازنة المؤسسة الحمد لله في هذه السنة موازنة جيدة، نستطيع من خلال الإيفاء بالالتزامات المترتبة على مؤسسة الشهداء وهي استحقاقات واجبة الدفع على الدولة لذوي الشهداء، استحقاقات مادية ومعنوية، وإن شاء الله تعالى يعني نستطيع أن نفعل موضوع الرعاية الصحية لذوي الشهداء، كذلك الرعاية العلمية للطلبة الناجحين والأوائل من خلال دعمهم، وكذلك مستمرين بموضوع الرعاية الاجتماعية للعوائل الفقيرة من ذوي الشهداء الذين لا يستلمون رواتب من المؤسسة. تستمر مؤسسة الشهداء برعايتهم اجتماعيا وتلبية احتياجاتهم. تسعى المؤسسة إلى تبسيط الإجراءات من خلال يعني تقليل الروتين بالمخاطبات قدر الإمكان. مديرياتنا بالمحافظات الوسطى والجنوبية وكافة المحافظات مستمرة باستقبال جميع المراجعين وبإنسيابية عالية ولا يوجد مشاكل. أما في بغداد بصراحة لدينا يعني عدد كبير جدا من ذوي الشهداء يعني يراجعون تشكيلات المؤسسة، وجدنا خلل في مديرية الشهداء الكرخ من خلال المكان الضيق، سوف نلجأ إلى إيجار بناية بشكل سريع جدا من أجل استيعاب العدد الكبير من ذوي الشهداء.